السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم قناة أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة، وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة. أحبتي في الله، يا ريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر، عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. كتير مننا بيشوف نفسه إنه هو بيقرأ صور من القرآن في المنام. النهاردة هبتدي إن أنا أقول معاكم صور من القرآن في المنام، وهنقول معنى كل صورة بتدل على ايه في تفسيرها للأحلام. اول حاجة معانا سورة الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب. واللي يشوف في منامه انه هو بيقرأ سورة الفاتحة في المنام بتاعه، يعرف انه هو هيتفتح له ابواب الخير وهتنغلق عنه ابواب الشر. يعني سورة الفاتحة من الصور الجميلة جدا للرؤي، لما يشوفها يستبشر بها خير، لان ان شاء الله بإذن الله تعالى سواء شاف ان هو بيقرأها او ان هو هيفتح المصحف وهيبتدي يقرأ سورة الفاتحة، دي من الصور الجميلة جدا اللي بتدل ليه على بأمر الله تعالى ان ابواب الخير هتتفتح له. ان كان بيعاني مثلا من دين، ان كان بيعاني من مشاكل، ان كان بيعاني من قلة العمل، إن كان بيعاني من الديون، إن كان بيعاني من مشاكل مع الأهل، ده دليل بأمر الله تعالى إن شاء الله بإذن الله ربنا هيفتح له أبواب الخير والسعادة، وهتنغلق عنه أبواب الشر بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو، وأي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات، وأنا إن شاء الله بإذن الله أرد عليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.